بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح معلومة مهمة في برنامج الأوتوكاد. المعلومة دي خاصة بالدايمنشن. أنا عايز أعمل دايمنشن بلاير معينة، واللاير دي أنا بحددها من الأول. طب أعمل إيه؟ هاجي أكتب تحت هنا دايم لاير، تمام؟ أهي ظهرت لي بالشكل ده، واجي أكتب اسم اللاير اللي أنا عايزاها، فأنا هقول له دايمنشن، تمام؟ وبعدين ادوس انتر، يبقى دي اللاير بتاعتنا اسمها دايمنشن. وهاجي اعمل دايمنشن للحائط او الجزء اللي موجود عندي هنا في الشمال، هاجي اقول له دايمنشن بالشكل ده، تمام؟ وهدوس على اسكيب. انا عندي الكرنت لاير هنا زيرو، فالمفروض ان انا لما اجي ارسم هيبقى اللاير هنا زيرو. طيب لو انا دوست كده اللاير ايه؟ دايمنشن اللي انا عملتها، يبقى انا حددت اللاير من البدايه، وده بيساعدني وبيسهل لي في شغلي في برنامج الاوتوكاد، تمام؟ طيب انا لو جيت قلت له لاير اهي، وجيت دورت على الدايمنشن اهي موجوده، وغيرت اللون بتاعها مثلا هخليه اخضر، وغيرت كمان السيكنس بتاعت الخطوط مثلا اخليها 0.30، واجي اقول له اوكي. هنشوف مع بعض اتغيرت معي. طيب لو انا جيت عملت دايمنشن تاني جديد اكمل على الدايمنشن ده، هاجي اقول له دايمنشن وهنشوف هيعمل بقى ساعتها اهي. حد هنا شايفين عمل ايه؟ عمله باللاير اللي هي دايمنشن اللي انا عملتها. طبعا عملتها باللون الاخضر وغيرت السمك عشان تبان لي ان هي مش الكرنت اللي موجود اللي هو الزيرو اهي، تمام؟ طيب دي ممكن نلاقيها فين؟ طيب لو انا جيت عند انوتيت هنا، تمام، وعندي هنا اهي ظهرت لي اللاير، ظهرت لي في هنا دايمنشن وهنا ظهرت لي اللاير دايمنشن، بس هي مش الكرنت. يبقى دي معلومه مهمه جدا في برنامج الاوتوكاد، انها بتريحني لما باجي اعمل دايمنشن ان انا بحدد اللاير بتاعته من البدايه، فهو بيرسمها لي حتى لو كان الكرنت لاير مختلفه عن اللاير اللي انا هعمل بيها الدايمنشن. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.